تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. شكرنا وتقديرنا للأخوة في انطلاقا من إيمان العتبة العباسية المقدسة وخاصة شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في تنمية وتطوير الموهبة الطلابية على مستوى الأدب والفنون والثقافة بصورة عامة، انطلقت هذه المسابقة تحت مسمى المسابقة الوطنية لكتابة القصة القصيرة إلكترونيا. أكيد هذه المسابقة أظهرت لنا كثير من المواهب الفنية، بل هناك مواهب ممكن أن تنمو وتشكل حجر الزاوية في المشهد الثقافي العراقي، طلاب وطالبات. وما ميز هذه المسابقة كثرة المتسابقات من العنصر النسوي، وهذا دليل على أن الثقافة النسوية بدأت تنتشر. المعايير اللي وضعناها هي معايير بسيطة جدا، تعتمد على الفكرة والحبكة، وتعتمد على يعني مضمون العمل واللغة، أربع شغلات تعتمد عليها شغلات رئيسية. إلا أنه إحنا من إجينا ودخلنا إلى العمل كلجنة وجدنا أنه الأرقام متشابهة، أي أنه لا تستطيع أن تضع درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ومرتبة رابعة، متشابهة ومتقاربة جدا المستويات. لذلك صار مقترح اللجنة أنه نلجأ إلى فوز 10 بدرجة الأولى. تقيم الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة شعبة علاقات الجامعية والمدرسية وحدة النشاطات المدرسية مسابقة القصة القصيرة الإلكترونية الخاصة بطلبة المدارس الإعدادية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية مديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي التابع فيها، حيث كانت هناك مخاطبات بين الأمانة العامة ووزارة التربية عن طريق مخاطبة جميع الأقسام التابعة لمديريات التربية. شاركت أكثر من 16 مديرية، البالغ عددهم 40 طالب، 40 مشاركة بالنسبة لطلاب المدارس. كانت هناك لجنة تحكيمية في اليوم الأول، كانت تصفيات بالنسبة للطلبة واختيار الطلاب الفائزين العشر الأوائل، وفي اليوم الثاني هو اليوم اللي اختصوا باختيار العشر الأوائل من الطلبة الفائزين، وتكون هناك مبالغ مكافآت مالية وهدايا رمزية أيضا لجميع الطلبة الفائزين. النغورة في عالم الأدب والقصة القصيرة في الجو وغطت يحيى بس انا عاوز